السلام عليكم، أنا محمد من جروب بايثون ميسرانيا. النهاردة هنعمل بروجكت اللي هو بتاع روك بيبر سيسرز. فدلوقتي هنبدأ البروجكت، وأول سطر هنكتب فيه فروم راندوم امبورت راندوم. يعني ايه فروم راندوم امبورت راندوم؟ يعني دي الخطوة اللي بتخلي اللابتوب بيلعب معايا. معلش عملت دي كابيتال بس. from random import random import random. بعدين هننزل السطر اللي بعده وهنكتب x equal، او هنعمل list، هنعمل list نسميها x equal كده. بعدين نكتب rock paper scissors. فهننزل دلوقتي لثالث سطر وهنكتب فيه معلش بس افتكر ثالث سطر هنكتب فيه computer equal x random. يعني بيختار random من الليست اللي هي x. فبس هنبدأ نكتب في الخطوة دي. computer equal بعدين هنكتب x بعدين this random بعدين نفتح قوسين ونكتب 0 2 وننزل للسطر بعد ونكتب layer equal false. الخطوة اللي هي بتاعت computer equal x دي هي، والخطوة دي هي، والخطوة بتاعت computer هي، والخطوة بتاعت computer equal x random هما خطوات عشان نعرف البايثون على الناس اللي هتلعب او البلاير. while player equal equal false نقطتين. ده السطر اللي بعد while player equal equal false بعدين نحط نقطتين ونرجع السطر اللي بعد هنكتب player equal input equal input player equal input بعدين نكتب rook player بعدين ننزل السطر اللي بعده واللي هنكتب فيه معلش بس انا اسف equal equal بعدين نبتدي ننزل السطر اللي بعده player equal input وبس كده. فننزل الخطوة اللي بعديها وهنبدأ نكتب في الخطوة اللي بعديها هنكتب player equal equal computer print card فهنكتب if player equal equal computer print tall. في السطر اللي بعديه هنكتب الف player equal equal rock
if player equal rock, if computer. Computer equal paper. Print you lose computer smash play. فبس هنكتب السطر ده. Computer smashes player. فهنزل السطر اللي بعده وهنكتب فيه الف player. معلش else نسيت else. هنكتب computer. بعدين هننزل للسطر اللي بعده وهنكتب فيه الف. هنكتب فيه الف player equal paper. if computer equal if computer equal equal if computer equal paper قصدي معلش if computer equal scissors. Print paper scissors. Print you lose computer cuts player. بعدين هننزل السطر اللي بعده وهنكتب else print when player cuts computer. بعدين السطر اللي بعده هنكتب else print not valid answer. مش هنا else print
معلش not their answer. Check your spelling and try again. بس كده يكون انتهى الكود. فانا هشرحه كمان مره بس عشان انا ممكن وانا بكتب اكون ما شرحتش سطر مثلا ولا حاجه, فهشرحه تاني بسرعه كده. فقلنا اول سطر اللي هو from random import random اللي هو بيخلينا نلعب مع الكمبيوتر. السطر اللي بعده دي لسه طبيعيه يعني ما فيهاش حاجه. بعدين السطر ده السطرين دول عموما احنا بنعرف البايثون على اللاعبين. فالسطر الثالث ده بنقول للكمبيوتر يختار من الليست اللي هي اكس, يختار منها من 0 ل 2. ليه قلنا 0؟ لان الكمبيوتر بيبدا العد من 0, يعني روك بالنسبه له 0 بيبر 1 2, فاحنا قلنا له من 2 من 0 ل 2. فبعدين عملنا البلاي ايكوال فولس. ليه؟ لان احنا لما بندخل جوه اللوب يعني الفولس قصدي تحاول تلقائيا لتو. لير ايكوال انبوت يعني تظهر لنا الانبوت, بتخلي اللي احنا بنكتبه ما بين القوسين دول بيظهر هنا, يعني روك بيبر سيسرز هتظهر في الشاشه دي عشان الانبوت. بعدين اف استخدمنا اف والف والس وكده عشان عشان اشوف اختياري واختيار اللعب وعلى اساس ده اشوف مين اللي هيكسب. وبعدين حطيت إلس عشان اللاعب اللي هي آخر إلس دي حطيتها هنا عشان لو اللاعب اختار حاجة غير المكتوبة اللي هو يعني غير اللي احنا محددينها له دي, الكلام ده كله الكلام اللي احنا محددينه له يطلع لنا النتيجة دي اللي هو not valid answer, check your spelling and try again. بس استفدت الكود يعني اعتقد ان انا شرحت حلو. هنعمل له رن. معلش انا كنت غلطان غلطة بس المفروض نسيب هنا سبيس. فبعدين هنكتب مثلا روك يو لوز بيبر سماشز روك.